الشتاء على البواب وبلش سكان المناطق الجبلية والبقاع يشعروا بالسقعة، ولكن وللأسف قسم كبير من اللبنانيين السنة بلا ذخيرة لتدفئة بيوتهم بعد غلاء أسعار المحروقات وفقدان مادة المازوت وتوفرها بأسعار خيالية بالسوق السوداء. رح يلجأ عدد من الناس لوسائل تدفئة كانوا يعتمدوها جدودنا. نحن قبل ما نبلش نأمن الدفا لازم نعزل بيوتنا بشكل جيد، وعلى القليل نعزل غرفة واحدة. اليوم الواجهات الكبيرة الأزاز هي أكبر مصدر لهدر الطاقة، مشان هيك قد ما ندفي قد ما هدر الطاقة يطلع من هالشبابيك أو البواب أو مسارب الهواء، هيدا كله بده ضبط وبيقدر ينضبط بوسائل بسيطة. يعني في لفات العزل تبع المي السخنة، في حرمات، في أي طريقة ممكن كل واحد بيعرف نعزل على القليل غرفة، بعدين نقسم البيت. يعني نحن ما نروح على تدفئة البيت بكامله، ورغم أنه في مناطق نحن ما عم نستعمله، نجزئ البيت بالنهار وين قاعدين من دفي، بالليل وين قاعدين من دفي. غرفة الشتوية ضرورية تجتمع كل العائلة فيها وتكون مدفية، هيك بنكون قللنا من المساحات يلي بدها تدفئة. اعتماد الطاقة الشمسية هو طريقة غلط، لأنه الطاقة الشمسية بتخزن بطاريات، وهالبطاريات قدرتهم لإنتاج الكهرباء للتدفئة تستهلكهم بسرعة وتستهلك حياتهم، مشان هيك ما بننصح إنه يستعملوا دفايات على البطاريات لأنه بتأثر من عمره. إذا تعذر الناس عن الحصول على المازوت فتأمين الحطب مش بهالسهولة. بيبلغ سعر طن الحطب المشكل 1.5 مليون ليرة لبنانية، أما طن خشب السنديان أو الزيتون فبحدود 3 مليون. البيت ببيروت بحاجة لثلاثة طن حطب بفصل الشتاء، يعني بخصص حوالي 9 مليون ليرة للتدفئة خلال الموسم. أما البيوت بالمناطق الجبلية والبقاع فبتعوز بحدود 15 طن حطب وبتكلف 45 مليون ليرة. الوضع بكفر دبيان مثل وضع بكل ضياع لبنان أكيد. مادة المازوت تقريبا يا مفقودة يا مع الدولار الفريش، يعني تقريبا بال$600 واصل. وبتعرف الناس ما عندها الإمكانية الكبيرة تيقدروا ياخدوها، في قسم من الناس مخزن، بس في قسم كتير من الناس كمان ما عندهم الإمكانية يروح يشتريها. في توجه أكتر للقص، يعني بدي يروحوا على الأحراش ياخدوا هالحطب وتيقدروا يدفوا حلو. وسائل التدفئة مثل المازوت والحطب بطلت بمتناول كل الناس، وصار يلجأ عدد من المواطنين إلى التشحيل من الأحراج، ولكن قسم كبير منهم إما ما عندهم المعدات أو تنقصهم المعرفة أو ما عندهم رخص. البلديات ممكن تساهم بإنشاء حل عبر الحصول على رخص التشحيل من وزارة الزراعة وتجيب ناس متخصصين لتساعد المواطنين بتشحيل جنيناتهم ومناطقهم بطريقة مسؤولة. وبدل ما كل عائلة بتضيع تشتري 50 مكنة فرم مثلا، بتكون البلدية عم تتولى هالموضوع، وهي إحدى الطرق لتمضية الأزمة بأقل أضرار ممكنة.